إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشار الله وإياكم ووالدنا والمسلمين إلى النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لا شك أن من أكبر الطاعات اتحاد الصفوف والجماعات، ولا شك أن من أكبر السيئات تفرق الكلمة واختلاف الجماعات. قال رب الأرض والسماوات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم جاءت الآية التي تلي هذه الآية بأسباب الوحدة، أسباب الوحدة وأسباب القوة وأسباب تآلف القلوب قلوب الجماعة، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. إن من أكبر الأمراض التي تصيب المجتمع مرض العنصرية، مرض الطائفية، مرض الطبقية، وقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين. نعم، حين قال أحد الصحابة ولا أذكر اسمه الآن، صحابي أخطأ والمعصوم عصمه الله، قال لصاحبه ابن السوداء: عيره بأمي. فقال: تعيره بأمي؟ إنك وأمك فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، جاهلية كفر أم جاهلية الإسلام؟ لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لم يسكت عليه، فقال للصحابي: جرب إنك مر فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، جاهلية كفر أم جاهلية الإسلام؟ قال: بل جاهلية كفر. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول لنا في سورة عظيمة هي سورة الحجرات؟ هذه السورة تسمى سورة
السورة تسمى سورة الأخلاق، تسمى هذه السورة بسورة الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم. أي إخوان أنفسكم هنا من إخوان، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي يتكلم بهذه العنصرية الطائفية المقيتة الطبقية النتنة، دعوها فإنها منتنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشاجر الأنصاري مع المهاجرين، فقال الأنصار يا معشر المهاجرين، والأنصار يا معشر الأنصار، وقال المهاجرين يا معشر المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. نعم، نحن سمانا الله المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، فلا بد أن نتسمى بسم الله، وأن نترك عنا هذه الطبقية المقيتة التي هي بعيدة عن دين الله. نعم، لا تعير أخاك بأنه من الطبقة الفلانية أو من العشيرة الفلانية. يا أيها الناس، هذا نداء من؟ نداء رب الناس. إنا خلقناكم، هذا كلام من؟ هذا ضمير العظمة، ما قال خلقتكم، قال خلقناكم، والخالق واحد ضمير العظمة. إنا خلقناكم، ولا أحد يدعي خلق هذا الخلق إلا الخالق وحده، ولأنه هو الخالق الحق. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن في القرآن حكم من أحكام الجبار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الذي ليست عنده هذه العقيدة يكذب رب العالمين. من يقول إن الطائفة الفلانية أفضل أو العنصر الفلاني أفضل يكذب رب العالمين القائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نعم، هذه أحكام رب العالمين يجب أن نقاد لها وأن نقول سمعنا وأطعنا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه الشرفاء. أما بعد أيها الفضلاء، لا شك أن كل واحد منكم يجب أن يكون جنديا من جنود الله، لا يخاف بالله لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قيمتك إذا كنت لا تنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك وفي بيتك وفي أمته؟ ما قيمتك يا عبد الله؟ ما الفرق بينك وبين الدواب التي تبحث عن نسبها وتعود بالصباح تعود في المساء؟ كن من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربي أبنائك على أن العاملة في البيت عمتهم،
وأن العامل في البيت عمه. هذا هو الذي نربي عليه أبناءنا، بل يجب أن نربي عليه أبناءنا. لا نقول اذهب إلى العامل بتعبيرنا، خذ قل لها هكذا، اذهب إلى عمتك، هي عمتك. إنما المؤمنون إخوة، إنما تفيد الحصر. مرة وقع كلام بين بنتي والعامل، قلت لها هذه العامل قد تكون أشرف عند الله منا، قد تدخل الجنة وندخل نحن النار، هي عمتك، لا قدر الله هي عمتك، احترميها أكبر منك. إذا قلت لها يا شغالة قولي لي أنا يا شغال، لأني أشتغل من أجل أن أحصل لها راتبها، كلنا شغال وشغالة. يجب أن نربي أبناءنا على أن هذه القضية ليست في شريعة الله، وليست من كلام رسول الله، وليست من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم يا عبد الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الناس كأسنان المشي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. نعم، فيجب أن نتقي الله عز وجل في الوظيفة وفي كل شيء، لا نوظف إلا من كانت عنده يعني المكان الذي يستحق ذلك، أن نجعل الرجل المناسب في المكان المناسب. ولن يتقدم قوم طبقيون، لن يتقدموا أبدا، لن يكونوا إلا في الأسفل، لن يكونوا إلا في الحضيض، يسقط بعضهم على بعض، نعوذ بالله من الفتن. هذه بادرة من بوادر الفتن الطبقية التي تغذيها الصهيونية العالمية، لعنها الله ولعن القائمين عليها في بلادنا وفي بلاد العالم. من بلادنا أبناء الخيام الكبار كما نسميهم صهيونيون، يعملون على هذه الصهيونية، يعملون في جهاز المخابرات المساعد. أقولها ولا أخاف إلا الله، أسأل الله أن يريح منهم بلادنا. فهم يعملون على هذه الطبقية ولا وعلى الشرائح الموجودة في بلادنا، يغذون شريحة على شريحة، ولكنهم سيقومون بغضب الله، يبذلون أموالهم. بعض الحركات التنصيرية هنا عندهم من السيارات بقدر بلديات ومراكز بلادنا، بلديات تقول لا أقول ولايات، بقدر البلديات والولايات والمقاطعات والمراكز بلادنا. لكن لا أحب أن أذكر اسمه، إنكم تعلمون، يريدون أن يفرقوا بلادنا، فرق الله شملهم. ما الحل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، عودوا على بدء في بداية الخطوة، أمر من الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من المسلمين. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، هل نحن مسلمون؟ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي يومي علينا وصحبه. اللهم يا الله يا حق يا قيوم يا يبشر الإكرام، وسلك بجميع أسمائك الحسنى وصفات العلى، أن تجعلنا من المسلمين المسالمين، من المتقين، من الذين إذا أرادوا أن يأكلوا نظروا هل ما يأكله حلال. هذا كله سببه أكل الحرام وأكل المال العام. اللهم يا رب الأرض والسماوات، نسألك أن تجعلنا من المتقين، من الخائفين منك. اللهم ارزق ولاة أمورنا الخوف منك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله.
اللهم ارزق شعبنا ومجتمعنا المدنية الخوف منك حتى لا تكون فتنة ويكون دينك لله. اللهم اقسم لنا جميعا من خشيتك ما تحب به من رضي معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به على مصائب الدنيا. اللهم متعنا جميعا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وقوانا ودماحنا واجعل واثبنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر همنا ولا تسلم عنا من لا يرحمنا وفضلك وافق عنا. اللهم انك تعلم ان منا مرضى، فاشف هؤلاء جميعا. اللهم اشف هؤلاء المرضى جميعا. اللهم اشف مرضانا في الداخل والخارج. اللهم ارحم موتانا جميعا وتمسكنا. اللهم اصلح ابنائنا.